ليش ما تروح تعيش بجهة تاني؟ مش بدك صار هناك؟ احكي. من يوم ما خلقت وانت يهودي مش تروح تنقل على غاد وتخلصنا؟ انا شو انا بدي اكون ومين بدي اكون؟ حبيبي انت ابنهم، اول على اخر رح تروح تعيش هناك محل ما كنت لازم تكبر. بلال، بعرف من شو انت خايف. بالنسبة إلي ولا شي تخيل، خصوصا حلمنا. بعد 8 سنين رح ارجع فلسطين ورح نبني المستشفى ورح تشوف. وعشان ايش رح تعمل هيك؟ عشان فراس اللي بعمره ما كان اخوك؟ ما انت رح تنساه زي ما رح تنساني، بما اني انا كمان مش اخوك.